دكتور عبد المنعم، برضو يعني خلينا برضو احنا بنشرح اهم حاجه، المواد القانونيه الخاصه بموضوع الصندوق. عندي الماده 7 من القانون بتقول ان الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه عليه انه يقوم بالمساهمه بمفرده او مع الغير من تاسيس شركات او في زياده رؤوس اموالها، وايضا الاستثمار في الاوراق الماليه زي ما حضرتك ذكرت من شويه، المقيده باسواق الاوراق الماليه وغير المقيده بها وادوات الدين، والاقتراض والحصول ايضا على تسهيلات ائتمانيه واصدار سندات وغيرها. كل الكلام ده موجود في ماده 7. هل هذه الاختصاصات والصلاحيات شايفه تبدو كبيره جدا بشكل او باخر على عمل هذه الصناديق السياديه؟ واشرح لنا تحديدا الجزء الخاص بدور طرح السندات وايضا الاقتراض. هي الماده 7 دي يمكن ادت شكل اطار كده عام لحركه الصندوق او شغل الصندوق، انه ممكن يتعاون مع الغير سواء كان القطاع الخاص مع شركات، ممكن ياسس يعمل صندوق تابع ليه صغير، يعني ممكن الصندوق ده بعد 5 6 سنين يعمل صناديق فرعيه. يعمل صناديق زي السعوديه النهارده فيها اكتر من صندوق، الصين فيها اكتر من صندوق. ممكن هذا الصندوق السيادي يكون ليه يكون يدخل مع جهات أخرى ويكون صناديق مختلفة، ممكن يتعاون مع القطاع الخاص، وده شكل جيد أنه يتعاون مع القطاع الخاص لإدارة هذا الأصل عشان يستغلوا استغلال أمثل واستغلال أفضل. فمادة 7 دي أدت إطار عام كده أو حدود هيكلية الصندوق هيشتغل إزاي، سواء كان بالمشاركة مع الغير في قطاع خاص، سواء أنه هي ممكن يعمل شركات ويخش في تأسيس شركات، وده القانون إداله آلية أنه يجوز ليه أنه يخش كمشابك أو مؤسس في شركات تجارية أو شركات صناعية داخل السوق المصري. أيضا أنه حركته أنه من خلال المشاركة مع القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو مع أي جهة داخل الدولة المصرية، فدي ادت ارتياحيه لحركه الصندوق انه فكرته ما يكونش بس يعني احادي الفكر ان انا والله وظيفتي ان انا استثمر هذه الارض يبقى انا ابيع او اجر واستغل، لا ده انا ممكن اخش شراكه، ممكن اعمل دراسه، ممكن اعمل هيكله، ممكن اعمل خصخصه اداريه لبعض الممتلكات ان انا اعيد ادارتها بشكل جديد، تنويع اشكال بالظبط. فدي اعتبر انها يعني اعتقد انها ماده جيده جدا وادت لي يعني ارتياحية للمتعامل مع الصندوق انه هيقدر يتعامل معاه باكثر من شكل.